رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة، استشارة طبية. ليه معظم اللي بيخسوا بيعانوا من خمول وفقر دم؟ دايما الدايت عندنا كلنا مرتبط ان هيحصل لنا او هنتعرض لخمول وكسل وانيميا والبشره تبهت والشعر يقع، حاجات كتير جدا من الكلام اللي زي ده. وفعلا بنشوف ناس كتير جدا بيخسروا وزن، وبعد ما بيخسروا بيدخلوا في دوامه علاج اثار الدايت اللي حصلت اثناء الدايت. يعني تلاقي حد عنده انيميا عايز يعالجها، واللي شعرها بيقع واللي ضوافرها بتتكسر واللي بشرتها بقت بهتانه ومش مشدوده وباين عليها الارهاق وبتحاول تعالجها. طبعا ده غير الترهلات الكتير اللي بيعانوا منها بعد ما يخسوا. فمنورانا النهارده في استشارتنا الطبيه دكتوره اميره مهيب، خبيره التغذيه العلاجيه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما، واللي هتجاوبنا على كل تساؤلاتنا على الموضوع ده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا هند، منوراني. منورك يا حبيبتي. دكتور، عايزين نتكلم عن ما بعد الدايت. ايه ليه في ناس بيحصل لها حاله من الخمول وان هم من الاخر كده بيخسوا من غير صحه؟ طيب، مبدئيا انا في كده حاجه عايزه اوضحها، احنا لو ماشيين على دايت صح احنا مش هيجي لنا انيميا. المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان الناس بتستسهل، ما بتكسل تروح لدكاتره نيوتريشن متخصصه، فبالتالي ممكن تجرب دايت مثلا واحده صاحبتها عملته، بنت خالتها عملته. انا لازم ابقى فاهمه كويس قوي ان انا صحتي وبشرتي وشعري وكل حاجه فيا اكيد مختلفه عن اي حد تاني، وممكن اكون مثلا عندي انيميا، ممكن يكون عندي نقص فيتامين دي، ممكن يكون عندي حاجات كتير هي مش موجوده عندها، او ما عنديش حاجه وهي موجوده عندها. فبالتالي انا لما استخدم دايت مش بتاعي اكيد ساعتها هتعرض لسوء تغذيه. طيب، سوء التغذيه ده بيدخلنا في ايه؟ بيدخلنا في الانيميا. ده لو احنا ماشيين على يعني مش عاملين دايت اصلا، او لو ماشيين على دايت مش صح. حلو. طيب، سوء التغذيه ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي مشاكل كتير جدا. اول حاجه بيدخلني في الانيميا ونقص المناعه والخمول والحاجات اللي انت قلتي عليها دي، ونقص الفيتامينات طبعا كمان. طبعا، ما انت اهم حاجه عندي يعني الانيميا. لما يعني معناها ايه الانيميا اصلا؟ انيميا يعني فقر الدم. طيب، فقر الدم ده بيحصل ليه او بيعمل ايه لما بينقص عندي الحديد والهيموجلوبين؟ لما بينقصوا عندي انا كده الحاجات المسؤوله اللي هي الحديد والهيموجلوبين مش بيوصلوا الاكسجين اللي المفروض يوصل لكل الخلايا اللي موجوده في جسمي. فبالتالي انا كده هيحصل مشاكل كتير عندي. مشكله الناس دلوقتي بدات تتعامل مع الانيميا على انها زيها زي دور البرد، مش قادرين يتخيلوا ان ده مرض، ومرض فيه منه انواع كتير جدا، ولو انا ما عالجتوش بطريقه صح انا ممكن يحصل لي فعلا مشاكل خطيره. زي ايه مثلا؟ يعني عايزين نوعي الناس بخطوره الانيميا، وان هي في تحليل الدم مش رقم ناقص وخلاص، ده بيأثر فعلا على اعضاء تانية في الجسم. على كل حاجه في جسمي. يعني هقول لك، هو يعني لازم افرق ما بين حاجه كومن وما بين حاجه عاديه بتحصل. هي حاجه كومن بتحصل لناس كتير، خاصه للسيدات. ليه؟ عشان فتره المنستر سايكل او فتره البيريد اللي بتيجي كل شهر، او الستات اللي بيتعرض بقى للولاده وكده بيفقدوا دم كتير، فبيتعرضوا اكتر من الرجاله لموضوع الانيميا ده. طيب، الانيميا بتعمل لي ايه بقى؟ اول حاجه بتعمل خمول وعدم تركيز، بتاثر على مخي، بتاثر على شعري، بتاثر على بشرتي، بتعمل مشاكل في الحرق. طيب، كل ده بيحصل ليه؟ لان بتحصل عمليه اسمها هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي يعني انا الاكسجين مش بيوصل صح لكل حاجه في جسمي. تمام، ما بيوصلش لشعري كويس، شعري يبدا يقع. لو انا كمان بشرب كافيين او مدمنه، عندي افراط في شرب الكافيين والقهوه، ده بيكسر عندي الحديد والهيموجلوبين في الدم، فبالتالي بيعمل حاجه اسمها فازو كونستريكشن، او عمليه تقلص الاوعيه الدمويه اللي بتبقى موصله لفروه الشعر، فشعري يبدا يتساقط، بشرتي تبقى بهتانه. عارفه لما تشوفي حد كده تقولي له انت وشك اصفر ليه؟ لا، وتقولي له انت وشك خاسس، عارفه يعني كده ان هو تحسي فجاه عجز، تحسي كده في حاجه غلط. ده ليه؟ لان انا فقدت كم من الفيتامينز ومن المينرالز اللي انا محتاجاها في الانيميا. طيب، اتعامل مع ده ازاي؟ وفي كمان حاجه كاركترستيك جدا بتبقى موجوده مع الناس اللي عندهم انيميا، تحسيه كده عنده حاجه اسمها اير هانجر، او بيبقى عنده جعان ان هو ياخد هواء. يعني تلاقي طريقه تنفسه مختلفه شويه، بالذات لو عمل اقل مجهود. يعني لو عمل مجهود عايز تلاقيه بيتنفس كده. ده ليه علاقه بالاكل؟ طبعا، دي انيميا، ده فقر دم. ده فقر دم. طيب، المفروض نتعامل مع ده ازاي؟ اول حاجه انا لازم
اكلي كله يبقى اكل صحي وهيلثي، وفي نفس الوقت احاول بقدر الامكان اقلل كل الحاجات بقى الجانك فود والحاجات دي، لان الحاجات دي بتعرضني لسوء تغذيه. سوء تغذيه يعني مناعتي قلت، مناعتي قلت يعني حرق باظ. من اهم الحاجات اللي بتحصل في الانيميا عمليه الحرق. ليه اصلا الحرق بيبوظ؟ في حاجه كده عندنا في الخليه بتبقى المسؤوله عن توليد الطاقه عشان نبدا نحرق، اسمها الميتوكوندريا. كنا بناخدها في ساينس زمان لو تفتكري، كنا بنسميها الميتوكوندريا بتبقى the powerhouse of the cell. اوكي. ليه؟ علشان دي هي المسؤوله عن كل حاجه في جسمي، هي موجوده في كل خليه في جسمي، هي اللي بتحفز كل حاجه بتحصل في الجسم. فبالتالي لما يحصل عندي خلل في الميتوكوندريا دي هيحصل خلل في جميع وظائف الجسم، فبالتالي الحرق عندي هيقف. الانيميا ليها علاقه بالحرق؟ طبعا ليها علاقه بالحرق. يعني انت مثلا لما تبقي بادئه دايت وانت مش عارفه ان انت عندك انيميا، تمام، وبتشتكي ان انت حرقك مش مظبوط، طيب انت عملتي سي بي سي او صوره دم شامله؟ لازم اعمل صوره دم شامله واشوف انا عندي نقص في ايه بالظبط واحاول يعني لو اعوض. انا عندي انيميا ممكن ما اخسش؟ اه طبعا دي معلومه مهمه جدا، ده كل الناس عندها انيميا بالظبط، وكلنا يعني. عندنا بنسب مختلفه، فانا لما ابقى عارفه ده هعرف نوعيه الاكل اللي انا هاكلها ايه، هعرف لو انا نسبتها زياده عن اللزوم هقدر ان انا اخد سبلمنتس فيها حديد تعوضني عن النقص اللي موجود ده. طيب تمام. حلو قوي. انا عايزه اعرف منك، انتوا في شركه اون تارجت فارما ازاي بتتعاملوا مع الكيسز اللي عندها انيميا، وبالعكس ازاي بتخلوا الناس تعمل دايت وما يجيلهاش انيميا؟ تمام، هقولك. اول حاجه الناس اللي اوريدي عندها انيميا لازم ابدا اعالج معاها الانيميا ازاي. اول حاجه بيجي بنعمل صوره دم شامله او سي بي سي، بعرف بقى هو عنده نقص في ايه. لو هو عنده نقص في الهيموجلوبين تمام ونقص في الحديد، بحاول اعوض له ده في اكله، في نوعيه اكله اللي هو بياكلها. يعني اكله يبقى كله غني بالبروتينات، في نفس الوقت غني بالالياف والخضار اللي هو بيبقى فيه حديد كتير، زي البنجر، زي الجرجير، زي ان انا يبقى في اكلي فيه سلطه زي كتير. البتنجان، رائع. بالظبط، البتنجان، اي حاجه فيها حديد احاول ان انا ادخلها له في الدايت بتاعه. كبده، الكبدة على فكرة من الحاجات الحلوة جدا 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 للناس اللي عندها فقر دم، عشان احنا يعني هي بتبقى مليانة حديد وفي نفس الوقت مليانة فيتامينز ومينرالز كتير جدا، بتبقى عاملة زي المالتي، كأنك واخدة مالتي فيتامين. عارفة يا دكتور، في فترة الناس طلعت قالت لك الكبدة أصلا حاجة مش صحية. لا غلط تماما، الكلام ده مش هو يا مظبوط. جماعة، عشان أنا بحب الكبدة، الكبدة حاجة صحية يعني، لو لا، حد الكبدة هيعمل طبعا دايت حاجة يقدر صحية. يستعين بالكبدة. تمام. إيه كمان؟ بس فببدأ بقى معاه اشوف ايه الحاجات اللي ناقصه عنده واحاول اعوضها له في الدايت بلان بتاعه. بعد كده انا عندي مشكله بتواجه ناس اللي بتاخد الحديد، طبعا انا اكيد هدي له حديد عشان اعوض له نقص الحديد اللي موجود عنده، عشان نسبه الهيموجلوبين ترتفع والحديد يرتفع والحرق بتاعي يشتغل كويس. حلو. المشاكل اللي بتحصل بقى من الحديد ان هو بيعمل لي كونستبيشن جامد جدا. يعني ايه بمعنى كونستبيشن؟ يعني امساك، بيبقى عندي امساك جامد جدا. الحديد ده من الاعراض الجانبيه بتاعه الحديد، ودي حاجه طبيعيه بتحصل. طيب الحاجه التانية، ساعات امتصاصه في الجسم ما بيبقاش بالصوره اللي انا عايزاها، فانا بحب ان انا اديهوله مع فيتامين سي، لان فيتامين سي بيعلي امتصاص الحديد جدا. طب انا كل الحاجات دي موجوده عندي في الانسيليم، فانا لازم برشح له كورس الانسيليم عشان هو غني بالالياف وفيتامين سي وماده البرومالين. طيب اوكي. هيعمل ايه بقى معايا الانسولين؟ اول حاجه الالياف اللي موجوده فيه هي بتنزل في المعده، بتملى حيز كبير جدا من المعده، تمام، بتملى لي تلتين او تلات ارباع المعده تقريبا، فبيبقى عندي احساس بالشبع لفتره طويله. في نفس الوقت بيتبقى لي الجزء اللي انا اقدر اخد بيه الاكل اللي انا المفروض اكله، وفي نفس الوقت يبقى مفيد بالنسبه لي، وهو كمان بيمتص كل المياه اللي بتبقى موجوده في المعده وفي الامعاء، فبالتالي بينظم لي حركه الامعاء بتاعتي، بينظم حركه الجهاز الهضمي للناس اللي بيبقى عندها مشاكل في القولون. اوكي. فبالتالي لو عندي امساك فهو بيشتغل كملين، بيساعد على عمليه الاخراج ان هي تبقى اسهل بكتير من ان انا باخد الحديد لوحده. ده يعني كمان ممكن يعمل ديتوكسنج بالظبط للأمعاء وللمعدة. بالظبط، بيسهل يعني الناس اللي عندها كونستبيشن هو بيعالج الموضوع ده، اوكي. بالاضافه لفيتامين سي. هو كمان في فيتامين سي اللي هيساعد جسمي ان هو ازاي يمتص الحديد بشكل احسن بكتير من انا لو اخدته لوحده. طب كمان قولي لي من غير قطع كلام حضرتك، قولي لي لو حد من المشاهدين حابب ان هو يتواصل معاكوا، ايه الطرق اللي ممكن يتواصل معاكوا بيها؟ يتواصل معانا عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، اوكي. سواء واتساب او كول، وعلى الصفحات الرسميه بتاعتنا الموجوده على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما هي على الشاشة اهي. وصفحه دكتور نهال حافظ.
وكمان الصفحات الرسمية بتاعتنا على الانستجرام، صفحة اون تارجت فارما وصفحة دكتور نيال حافظ. حلو قوي، احنا مكملين كلامنا، بس احنا دلوقتي هنروح كده سريع ناخد مداخلة من فايزة. فايزة هي احدى الحالات او البنات اللي استخدموا الانسيليوم، واللي اتكلمنا عن التجربة بتاعتها. فايزة ازيك؟ اهلا، كنت منور. عاملة ازي ايه؟ حضرتك؟ كويسة؟ الحمد لله، انا بشكركم قوي جدا جدا والله. احنا اللي بنشكرك ان انت موجودة معانا. عايزاكي تحكي لي عن التجربة بتاعتك مع الكورس، وخسيتي قد ايه؟ كان وزنك قد ايه؟ 85 ونزلت 10 كيلو. ما شاء الله. وحضرتك لقيت حضرتك بتيجي في التلفزيون على طول، وخدت الرقم واتصلت عزها عليكي يا امير. بحضرتكم، ودكتور ماجد كلمتنا وكده. كنت متابعة مع دكتورة مين؟ دكتور ماجد. دكتور ماجي. ماجي، دكتور ماجد. نشكر دكتور ماجي طبعا. طبعا بشكرها بنشكرها بشكرها اكيد. والله، يعني ربنا يديها الصحة. كنت باخد الأنسوليوم ده وبشرب ورا منه مية، ما بحسش بأي جوع خالص، كنت بفضل شبعانة على طول. طب وكنت بتاكلي؟ بتاكلي كل حاجة صح؟ بس مانيش عارفة، ما كنتش أعرف لا، آكل ما انتي أي حاجة. لازم أنا كنت تاكلي الدايت اللي احنا بنبقى عاملينه عشان الحرق بتاعنا يبقى كويس. أنا كنت باكل بس بسيط بقى، عشان أنا كنت حاسة إن أنا شبعانة. آخد الأناتريوم كنت بشبع على طول. وقولي لي، كنت حاسة انك تعبانة مثلا، مرهقة بسبب الدايت ده؟ لا لا والله، لا بجد، مش عشان بكلم حضرتك، لا فعلا ما كانش في أي حاجة، ولا بيعمل أي تعب ولا في أي حاجة. إيه، ما كنتش تحسي مشاكل في الهضم، معدتك فيها وجع معين، اي حاجة، ولا الدنيا كانت لطيفة؟ لا تمام تمام والله، كان تمام. كنت باخده بس وماشية على نظام اللي حضرتك الدكتور ماجي ماشية معايا وخلاص بيه، وما فيش حاجة، كان كله تمام. كنت بحس بالشبع، وكنت باكل بس كميات قليلة، لان انا كانت معدتي حاسه ان انا مش عارفه اكل، حاسه ان انا جبعان. دكتور، حابة تسأليها عن حاجة؟ انتي لا عندك شكرا، كام انا سنة؟ بشكر حضرتك جدا جدا. استني استني، انتي احنا عندك فايزة. كام سنة؟ انا عندي 30 سنه. هاي، والتارجت بتاعك بقى عايز توصليه لكام كيلو؟ انا كنت عاوزه انزل 70، بقى 77، طب من ان شاء الله 85. توصلي لهم، بس اهم حاجة تستمري بقى. انا بشكر حضرتكم والدكتور ماجد، ربنا يخليكي، ميرسي جدا. شرفتينا، شكرا 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 شكرا. السلام عليكم. شكرا دكتور. نرجع تاني نتكلم عن الدايت والانسيليوم. هل في مشروبات او مأكولات الواحد ياكلها علشان يعوض بيها نقص الفيتامينز وفي نفس الوقت ما تزودش في الوزن؟ طبعا في حاجات كتير جدا، في حاجات طبيعيه كتير ممكن نعملها لو انا عندي نقص حديد، زي مثلا ان انا ممكن اعمل مثلا عصير برتقال بالبنجر بالجزر بالليمون، الحاجات دي حلو، بتعلي المناعه جدا، وفي من نفس غير الوقت سكر طبعا. طبعا لو عايزه تحط ممكن نحط سكر سيسال. ايه بقى سكر سيسال؟ السكر سيسال من الحاجات الحلوه جدا في الدايت، لان هو سكر يعني ما فيهوش طعم الاسبرتيم او الافتر تيست اللي بيبقى موجود ده، وكمان هو فيه ماده الساكرالوز، الماده دي زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج منه، في نفس الوقت عنده ثبات حراري عادي جدا، يعني ممكن استخدمه في الحلويات، استخدمه الحلويات الهيلثي طبعا، اي حاجات بالشوفان، عملت كيكه للاولاد مثلا عايزه احاول ان اقلل لهم السكر، ممكن استخدم سكر سيسال اعوض ده، يعني اعوض السكر الطبيعي بالسكر سيسال، وكمان طعمه ما فيهوش نفس طعم السكر الطبيعي تقريبا، وبيحلي كمان الحاجه زياده. ما فيش الافتر تيست لا لا، ما الممرر فيش الافتر تيست ده خالص. حلو قوي. لو حد حصل له بالفعل وجاله انيميا من الدايت وعايز يعمل دايت تاني، يرجع ازاي؟ يرجع تاني، نبدأ تاني من الأول وجديد، مفيش مشكلة. نبدأ نعمل دايت ونشوف المشكلة فين بالظبط ونحاول نعالجها، ونبدأ ناخد دايت بلان. وكمان أنا في كمان حاجات تانية ممكن يعني تساعدني أن أنا يعني الحرق يبقى أعلى، حاجات تانية كمان ممكن أشربها، مش بس الحاجات الطبيعية، يعني كمان في مثلا المورينجا. المورينجا دي من الحاجات الطبيعية الحلوة جدا 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 اللي بتعلي معايا الحرق، وبتحافظ بقى على بشرتي، بتعلي المناعة، بتظبط مستوى السكر في الدم، وكمان هي بتعلي. ايه المورينجا؟ المورينجا دي عبارة عن أعشاب طبيعية بتتاخد، ممكن أخدها مرة الصبح أو مرة بالليل، مفيش يعني ضرر من كترها. الأعشاب دي ميزتها إن هي فيها مضادات أكسدة عالية جدا،
عضلات الاكسده دي بتهمني في ايه؟ بتهمني في ان هي بتبقى زي اول زي حاجز كده لاي حاجه وحشه ممكن تحصل للخلايا بتاعتي عن طريق الفري راديكلز اللي هي بتبقى موجوده في الجسم او الشوارد الحره دي. دي بتحصل بقى نتيجه التوتر والضغط، او ان انا باكل حاجات مقليه في زيوت نباتيه مهدرجه، متضايقه تعبانه تعرضت لادوار برد كتير. وللاسف الحاجات دي يعني بتسبب سرطانات، لان هي عباره عن ذرات اكسجين نشطه بتلزق في الخلايا بتغير برمجه الخلايا خالص، بتخليها تعمل حاجات مش مبرره، يعني مش الوظائف بتاعتها الحيويه المفروض ان هي تعملها، فبتسبب لي السرطانات. فانا عندي المورينجا من الحاجات الحلوه جدا ان هي كمان فيها هرمون الزيتين. الهرمون ده من الحاجات اللي بنسميها اكسير الحياه في النباتات، هو يعني بيظبط البشره جدا، بيخليها فيها الاستيستي، وفي نفس الوقت بيعلي معايا يعني الحمايه بتاعه الجلد من السرطانات. الانتي اوكسيدنتس دي بتساعدني ان انا احافظ على جسمي من اي امراض ممكن تجيلي، وكمان هو عدو للسكر، يعني انا بيظبط مستوى السكر في الدم. فالمورينجا من الحاجات الحلوه جدا اللي المفروض ان انا احاول ان انا اشربها برضو، بالاضافه للدايت اللي احنا بنبقى عاملينه مع كورس الاناسيليوم سواء كان مكثف السكر او عادي يعني. تمام. وانا عندي على فكره نوعين كمان من كورس الاناسيليوم. قبل ما نقول النوعين عايزين نفكر سادة المشاهدين لو حد عايز يتواصل، الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه وكمان في سوشيال ميديا. تمام. الصفحات الرسميه بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما، وصفحه دكتور نيال حافظ، وكمان الصفحات الرسميه بتاعتنا على الانستجرام، وصفحه دكتور نيال حافظ على الانستجرام. حلو قوي. قوليلي انتوا احنا عندنا نوعين من الكورسات. عندي نوعين من الكورسات، عندي نوع كورس الانسيليم العادي وكورس الانسيليم المكثف. طيب ايه الفرق بينهم؟ كورس الانسيليم العادي ده عباره عن الاليف اللي احنا قلناها، بتتاخد على نص كوبايه ميه قبل الوجبات الرئيسيه، تمام، ومعاها سكر سيسال. ده برشحه للناس اللي عندها امراض مزمنه زي مرضى القلب، امراض القلب والشرايين، تصلب الشرايين، الناس اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها سكر، السيدات اللي هم بيرضعوا وعايزين يخسوا بس بطريقه صحيه ما بيكونش فيها اي حاجه تاثر على البيبي، وكمان الاطفال اللي سنها بيبدا من 3 سنوات، امن جدا ممكن استخدمه معاهم. وكمان لو اي حد ما كانش عنده قبل كده اي هيستوري في الدايت، يعني اول مره يستخدم برودكت لمساعده التخسيس او سد الشهيه، فممكن يستخدم كورس، نبدا معاه بالكورس الانسيليم العادي لان اكيد هيجيب معاه افكت كويس جدا. على عكس بقى تماما لو حد اوريدي عندي بيجرب انواع دايت كتير ومحصل له ثبات في الوزن مثلا، او حد اوريدي بيعاني من سمنه مفرطه، فبالتالي هتستخدم معاه كورس الانسيليم المكثف. طيب كورس الانسيليم المكثف ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الالياف وسكر سيسل بالاضافه لكبسولات الانسيليم اللي هي فيها ماده الكافيين والجرسينيا كامبوزيا. دي بتعلي معايا احساس بالشبع اكتر، وفي نفس الوقت بتساعد على الحرق، بتتاخد حبايه واحده بعد الفطار. تمام. وفي كمان عندنا المورينجا، في منها كمان كبسولات، من الحاجات برضو المفيدة جدا اللي بتعلي معايا المناعة، وفي نفس الوقت بتحسسني بالشبع لأطول فترة ممكنة. فكل الحاجات دي بنضيفها على حسب الحالة هي محتاجة ايه، وعلى حسب هي عندها ايه. حلو قوي. يعني انتوا عندكم كل الاوبشنز لو انا سواء كنت عملت دايت قبل كده وثابت في الوزن، او لو لسه هبتدي من الاول يعني بالزبط. ولو مريض سكر وضغط، وكمان الاطفال ليهم بروجرامز ممكن يعملوها معاكم. دكتور للاسف الشديد خلصت حلقتنا، نورتيني وشرفتيني، وكده تبقى موجوده معانا في حلقات تانية كتير. ربنا يخليكي، انا مبسوطه اكتر انا معاكي النهارده. بشكرك. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده. مع السلامه.